المبارك ان شاء الله يا ربي نوصلوا له سالمين ان شاء الله كل عام ونحن حيين بخير وان شاء الله ما يصيرش نختنموا الفرص في هالظروف الصعيبه اللي قاعده تتعدى بها البلاد نحكي سياسيا ولا صحيا ولا حتى اجتماعيا نحاول نفرحوا وندخلوا الفرحه لقلوب الناس اللي تسمع فينا الكل باش نحكيوا على العيد الكبير باش نحكيوا على العلالش باش نحكيوا على اسعار الاضاحي اليوم في بوان كونسو هذا داير موضوعنا في زوم 73 مع منظمه الدفاع عن المستهلك معنا سي وحيد خصيبة اليوم حاضر معنا عضو المكتب المحلي بمنظمة الدفاع عن المستهلك صباح الخير ومرحبا سي وحيد صباح النور مرحبا بكم صباح الخير السادة المستمعين والمستمعات ونحب نسلم على يلدز وريم سلمك عايشك مرحبا حاضرين ريم اليوم على علوش العيد بس تشري علوش إن شاء الله تعمل حفلة مش تعمل هي مش تعمل حفلة من ناحية حفلة ريم عاملة حفلة هو كل يوم هو نسي تونس الكل يعملوا حفلة في العيد الكبير راه واحد يعملوا لا لا ما يحبوش يغسلوا الدوارة ما يحبوش يحبوها حاضرة حميتها تعملها لها لا ما مازالت فما حميتها تغسل الدوارة اللي كانتها اي لا اي سما والله مازالوا موجودين خاطر ديما الكنة تتعلم فهمت ما عند الحميت اي بي تري بيان هي فيها فن راه الدوره تو نحكي لك عليها مره اخرى ثم اللي يحط فيها اللي فما اللي يحط فيها اللحم صافي واللي تبدا فيها اللحم صافي خير هي هذه المكونات معناها نتاع الدوار اي المكونات ان شاء الله ثم اللي يحط فيها حاجات اخرى سي وحيد ثم اللي يحط فيها حتى الفستق واللوز لا يا بار حاجات اخرى كي بدا ناوي على حاجه اخرى اي ثم بي هاتي سيدي الاسعار بديتش تظهر هكا الرؤيه بديتش تتوضح شويه اسمعني هو احنا توك نجم نقولوا مش نعطيو تقريب الاسوام التقريبيه معناها باش نقربوا للساده المستهلكين اللي مش يشريوا علوش العيد واللي ناويين باش يضحيوا ان شاء الله وربي يتقبل منا ومنهم باش نعطيهم فكره احنا توك عملنا رصد ومشينا للفلاحه ومشينا للناس اللي تبيع العلالش في مجمله تقريب العلوش يتراوح سمو بين 400 دينار وهذا علوش صغير ما يضحيش راهو جست للحفله وبرا حتى نوصلوا ل 700 دينار العلوش الباهي السمح البلدي نتاعنا هذاك تقريب 700 دينار دونك الاسواق من 400 حتى 700 دينار انت والاختيار ثم العلوش المتوسط ما بين 500 و 550 دينار هذا اللي فات 6 شهور التو صحيه هي احنا تو في تقريب اللي يفوت 6 شهور حتى للعام هذاك هو العلوش اللي ضحي اللي اقل من 6 شهور نعملوه كيما نقولوا احنا نقولوا فيشته معناها جوست ناس باش تفرح وتتلم العيله خاطر ثم اللي ما عندوش امكانيات ياخو علوش تاع 600 ولا تاع 550 دينار ولا حتى تاع 700 دونك ياخو علوش تاع 400 دينار دونك احنا العلوش عندنا ثلاثه انواع عندنا العلوش البلدي اللي بالليه الكبير هذيك وراه هذاك البلدي هذا احسن علوش والبنة نتاعو خارق العاده وديما نحكي عليه عندنا العلوش الحوتي هو اللي نتاعو صغيره وهو ما بين الغربي والبلدي وعندنا العلوش الغربي اللي يبدا عنده بعبوس هذاك يسمى غربي الاسوام هي ديما البلدي ديما هو اغلى وديما البلدي هو مطلوب وديما البلدي ابن في الكاليتي نتاع اللحم نتاعو ديما ابن دونك احنا اليوم عندنا علوش اذا كان نقولوا انسان مش يحب يضحي وياخو علوش من 500 دينار حتى 600 دينار هذا بالنسبه للتفح اذا كان مش ياخو ان برودوي لوكس معناها مش ياخو علوش سمح مليان معبي عالف مليح ما فيش كيما نقولوا ما فيش شوائب معناها منظم ما فيه كيما نقولوا ثم الساعات على الليل يطلعوا له في الراس نتاعهم دماله صغيره ولا تلقاها معناها ودنه ناقصه شويه ولا كذا هذو ما يضحيوا سي وحيده والله ثم اختلاف خاطر تو ثم الدمال اذا كانت تبدا باريه وما فيهاش معناها خروج نتاع دم والا خروج نتاع اي سائل ولا حاجه وتلقاها برات عندها مده ما يسالش يضحي اما اذا كان مثال الجرح موجود وانت تراه بعينك ومعناها ظاهر الجرح هذاك ما يضحيش العلوش اي شيء معناها في العلوش كان كسره ولا جبحه والا معناها علوش ميراش ولا حاجه هذاك ما يضحيش يلزم معناها يكون علوش كامل المواصفات خاطر هي ماك تعرف الضحيه هو هديه الربي سبحانه وتعالى دونك لازمها تكون الهديه ممتازه وجيده وما يسالش الفلوس راهو اذا كان الانسان عنده ما يسالش يهون ويشري وربي يخلف عليه خاطر هي تكفير للذنوب وهي هديه الربي الانسان ياخذها ديما هديه مزيانه وهديه باهيه وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله يا دونك نحكي لك حاجه اخرى اليوم يلتز وريم اللي تسمع فيها اليوم العلالش احنا لاحظنا ما سميش الكاليتي الباهيه 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 علاش خاطر العلوش ناقص علفه
تحس معناها ماهوش معلوف بها، ماهوش معناها معبي، ماهوش علوش كما نقولوا قليل اللي تلقاه فيه المواصفات هذا الكل، يوصل حتى ل 700 دينار. ما هو ما سرحوش، سرحوش العلاج في الكونفينمون. والله مش كونفينمون، كانوا محصورين. كانوا محصورين وهما كي يتحصروا راهم ياكلوا اكثر. راهو الفلاح تقريبا يخرج كارت العلفه معناها 33 دينار، بل القرط ما بين 14 دينار وما بين 15 دينار، والعلوش ماك تعرف ديما متكي على جنبه ياكل. والفلاح معناها قد ما يعرف يصرف ويقول لك اني حتى كي نبيعه ب 500 و 550 تلقاه يبيع معناها ويد القدام اللي معناها مو شكل راضي بالسوم، فهمت؟ والمستهلك ماذا به ياخذ ديما اقل. في مساكن، في مساكن سي وحيد وين ينجموا العباد اللي يحبوا مثلا؟ فما توا رحبه نتاع ليلش بدات العباد تبيع في مساكن، توا ثم بداوا يحضروا الناس في رحبات، وحتى البلديه نتاع مساكن تخصص السوق البلدي هذاك في مساكن وين نبيعوا الخضره، تخصص العشر ايام تقريبا الاخرانيين تعطي اوتوريزاسيون معناها للفلاحة وللناس اللي عندها علالش ينصبوا في الرحبة متاع السوق البلدي، سوق الاثنين احنا نقوله. وفما زادة في الغربين، زادة عندنا شارع كبير زادة ينصبوا فيه، فما في برشا مناطق الفلاحة يجيبوا العلالش متاعهم ويبيعهم. واني ننصح زادة اللي مش يشري راهو يدور ويشوف الأسوام ويقلب ويهز، انسان يعرف كيما نقولوا راك باش تضحي يلزمك تاخذ حاجة باهية، تاخذ حاجة ما فيهاش شوائب، تاخذ حاجة معناها نظيفة. هذه هي ثم كما نقولوا الباعة فورفيتير، انت تقلب وتشوف وتاخذ فورفيتير على روحك وتمشي. ثم نوع اخر من الباع هو تو نشوفوه في تقريبا الاسبوع الاخراني، هو الباع بالكيلو. ثم الناس تجيب عليلش ويبيعهم بالميزان، معناه حي يوزنوا لك على البسكوله ويبيعوا لك الكيلو تقريبا ما بين 12 و13 دينار. يعني اذا كان انت عندك علوش يوزن 35 كيلو يطلع لك قريب 400 دينار، اذا كان يوزن 50 كيلو يطلع قريب 660 دينار. دونك قد ما يبدا العلوش رزين وقد ما يبدا معبي قد ما يبدا باهي. ثم الناس تشري بالكيلو وتشري علوش صغير كما قلت لك باش يعمل حفله للصغيرات وباش يلم العائله، وتلقاه معناها ما يضحيش هو العلوش هذاك مازال مغلق في 6 دور، والا تلقاه قد صغير معناها احنا نقولوا بالدارجه قد القطوس، موجوده الكلمه هذه راهو. وبرشا ناس ما يرضاوش بالعلوش اللي قد القطوس، يقول لك لا يا بابا خذ لنا علوش كبير، خذ لنا علوش معناها عنده قرون يملى العين، يملى العين يملى العين. وقت تعرف فما دي كاركتيرستيك في العلوش، فما يبدا عنده قرون، يبدا معناها الرجلين نتاعو فيهم السواد، يبدا الفم نتاعو فيه السواد، يبدا عينيه عنده زوز وحدات كحل كيما المرايات فوق عيني، هذاك العلوش الباهي من السنه كان كي كان. وكيما قلت لك العلالش هذوما يتكلفوا راهم معناها، ومش يتكلفوا خاطر الفلاح يحب يبيعوا غالي، خاطر هو متكلف عليه. تصور انت 8 شهور ولا عام هو يعلف فيه قداش كلال وعلف، هو كي يبيعه ب 650 ويبيعه ب 680 ويبيعه، كي يبدا صاحبك ويطيح لك شويه 650 راهو هذاك هو السوم علوش معناها، كيما نقولوا يعمل 50 كيلو يعمل 48 كيلو 47 حيه في حيه معناه، يبدا في حيه في حيه، يملى العين وينحي برشا اللحم، وتنجم تفرخ منه وتنجم تخزن منه وتنجم تطيب منه وتشوي منه. ما تعرف انت كي تبدا عائله كبيره فيها اربع خمسه من الناس ولا سته من الناس اش مش يشبعهم من اللحم، هي مثل ويتقال، فهمت؟ والصحيه ما تعرف انت هي راهي حفله صحيه، يتنحى الدواره بعدش الدواره تتخزن كما قلت لك في الفرجدير وتتعمل، وبعدش ياكلوها زاد وتبدا فوحه وبنينه. ثم اللي يخبر راس الكوارع الجلد اكثرها الناس يتصدقوا به، معناها يعطيوا لك الجمعيات اللي يلموا في الجلود، معناها هي بكلها فرحه. واحنا تو في المناسبه هذه يلزم نحب نقول حاجه للساده المستمعين والساده المستمعات، بالنسبه للمعدنوس والسلق ماك تعرف ضروري جدا جدا للدواره، احنا نحبوا يغسلوا الدواره ويخبيها في الفرجيدير في الكونجيلاتور، يخليوه تفوت ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام، وبعدها يخرجوها ويشريوا المعدنوس ويشريوا السلق، الوقت يرجع كي ترخص شويه. ولا تو الناس كل حتى النساء اللي يبداوا معناها كيما نقولوا يعرفوا تراتيب هذه ويعرفوا عيد الاضحى وعندهم خبره، كيما نرجع للحمات وكل تقول لك ما نعملش الدوار يعني اولا تعب، اذا كان مش تعملها نهار العيد تعب وتقطيع بصل وتقطيع معدنوس وتقطيع كذا وكذا وكذا، احنا ما نخليوهاش تتعب، نغسل الدواره نغسلها مليح مليح مليح. انا يعرفوا هما كي ريم تعرف كيفاش تغسل الدوار. نعرف سي وحيد الحقيقه. وخبيها في الفرجيدير ثلاثة أربع أيام وبعد يا حي
وبعد شيء حي بعد ما نشبعوا باللحم المشوي وباللحم الكوشة وبالعلوش وبالمرقة وأكثر الناس يطيبوا مرقة هما نهار العيد باش المعلومة في الساكن ما نعرفش أيور شي يطيبوا دونك بعدش بعد الفضاء ونرتاحوا فما ايه يعملوا قلية في بعض المناطق الأخرى مش المرقة هما علاش يطيبوا مرقة مرقة قدر خفيفة لكن دو صباح كامل يشويوا ما تعرف انت كي تشوي اللحم تاكل مثلا كيما نقولوا 11 نصف النهار ما تاعش شويان مليح وثم الناس تعرف التقاليد مليح يعمل شويه سلطه مشويه يرمي كعيبات طماطم وفلفل وراس ثوم ويعمل هريسه مشويه وياكل اللحم المشوي دونك اذا كان باش يعمل كسكسي ولا حاجه ثقيل مع اللحم المشوي ما سباسبا دونك يولي يعمل يا قلايه يا مرقه واضح سيدي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير سي وحيده وقبل ايامات من العيد نعيدوا عليك قبل الناس الكل وان شاء الله زاده الناس اللي تسمع فينا لكم الخير يعيشك ونتمنى لكافة السادة المستمعين كل فريق نجمة فام عيد مبارك سعيد وربي يجمعكم ديما في الخير وإن شاء الله ديما فرحانين يعيش. إن شاء الله ديما معيدين وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير ومش مشكل نشري والعلوش حتى غالي شوية غسرة وتو تتعدى وفرحة الصغيرات وفرحتك العيلة ما تتقاسش بفلوس بتبيع مفهوم شكرا لك سي وحيد أخسيبة وتحية لك تحية لأعضاء المنظمة الكل نعيدوا عليهم في المناسبة هذه ونعيدوا على الناس اللي تسمع فينا الكل على نجمة فام هذه أجواء العيد بدأت تسخن قبل بيامات نحضروا في رواحنا اللي فاتت الأسوام ولا الأنواع متاع الأضحية نجموا تلقوها على الباش فيسبوك متاعنا توت سويت على نجمة فام زوم